مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. أعلن مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية اليوم عن فقدان مستشار لدى السفارة التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس. وقال المصدر ذاته إن العروسي القنطاسي المستشار لدى السفارة التونسية بطرابلس مفقود منذ صباح اليوم، ولم يتسنى الاتصال به، كما لم تعلن أي جهة إلى حد الآن عن اختطافه. وعلى خلفية هذا التطور، انعقد اجتماع عاجل لخلية الأزمة الخاصة بمتابعة الأوضاع في ليبيا بإشراف وزير الخارجية، تم فيه بالخصوص تدارس كيفية التعاطي الضروري والمناسب مع حادثة الاختفاء هذا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في 21 من مارس المنقضي عن تعرض أحد الأعوان المحليين بالسفارة التونسية بطرابلس إلى عملية اختطاف من قبل مجهولين. هذا وقال وكيل وزارة الحكم المحلي وشؤون المجالس المحلية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة الليبية صالح الحاسي إنه ليس لديه أي معلومات بخصوص اختطاف المستشار لدى سفارة تونس بليبيا صباح هذا اليوم. وأضاف لدى حضوره في تونس في إطار الإعداد لإمضاء مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية التونسية والطرف الليبي في إطار العمل البلدي أن وزارة الداخلية الليبية تعمل من أجل عودة التونسيين المختطفين في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وضع الأمن يعني غير مستقر بعد الثورة عادة في ليبيا، ربما الفترة الأخيرة شفنا عمليات اختطاف، هذا بالتأكيد يعكس حالة من عدم الاستقرار الأمني، ولكن في تصوري أن إن شاء الله سيتم التعامل مع الأمر، وسيعني نأمل أن الأخوة الدبلوماسيين أيضا يعودوا يكونوا بصحة طيبة ويعودوا يلتحقوا بأسرهم بإذن الله.